ميسي يهاجم حكم مباراة المغرب ضد الجزائر. كان ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني قد هاجم في وقت سابق الحكم البرازيلي الذي سيدير الديربي المغاربي بين الأسود والخضر بعد نهاية مباراة البيرو ضد الأرجنتين. وكتب نجم باريس سان جيرمان الفرنسي: مباراة صعبة وظروف اللقاء كانت صعبة ورياح قوية، وكان منتخب بيرو يلعب بعمق ولم يترك لنا مساحات كبيرة. وأضاف: الحكم يفعل هذا دائما عندما يدير مبارياتنا، كما لو كان يفعل ذلك عن قصد، لكن حسنا 3 نقاط مهمة ونحن نقترب أكثر فأكثر من هدفنا.